السيدات والسادة على إثر إنهاء مؤتمر الأممية الاشتراكية لأشغاله التي امتدت من 2 إلى 4 مارس بمدينة طاجنة الكولومبية، وبعد نشر جميع نتائج المؤتمر من بلاغات ومقررات على الموقع الرسمي الإلكتروني للأممية الاشتراكية، وحرصا من الاتحاد الاشتراكي على التواصل المفتوح مع الرأي العام بخصوص الأداء الاتحادي في هذا المؤتمر، وخاصة ما يتعلق بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، فإننا في الاتحاد الاشتراكي نسجل بمزيد من الارتياح أن العمل الذي قام به الحزب سواء من الرباط أو من مختلف العواصم التي احتضنت اجتماعات تنسيقية وتمهيدية مثمرة جعلت المؤتمر العالمي 25 للأممية الاشتراكية يسجل سابقة أولى في تاريخ هذه المنظمة، من حيث أنه استجاب لمطالبنا الرامية إلى سحب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بتاتا من جدول أعمال المؤتمر. فبالرغم من تزامن سياق المؤتمر مع عدد من الوقائع التي يستغلها عادة دعاة الانفصال بكيفية منهجية في كل مناسبة أممية لانتزاع مواقف مدينة للمغرب ومؤيدة لأطروحاتهم، فإن مؤتمر كولومبيا لم يعر هذه الوقائع أي اهتمام ضمن القضايا الساخنة التي أصدر بشأنها توصيات خاصة. وبالتالي فقد باءت كل محاولات الانفصاليين، ويتعلق الأمر بالمحاولات اليائسة لإقحام ثلاث نقط ضمن مداولات المؤتمر ومقرراته، تخص إعادة محاكمة المتورطين في أحداث إكديميزيك وإعطائها طابع الاعتقال السياسي، وتخص كذلك بوادر أزمة الشراكة المغربية الأوروبية استغلال الخيرات، ثم تذكروا البيان المغربي مؤخرا، ثم تخص كذلك توتر الوضع في منطقة القرقرات محاولين إعطاء الأمر طابع الاحتلال. إنه يتعين التذكير بهذه المناسبة أن قضية الصحراء المغربية ظلت لأكثر من ثلاث عقود، أكثر من 30 سنة، بقوة حاضرة في كل الاجتماعات الإقليمية والدولية للأممية الاشتراكية، حيث عادة في كل مؤتمر يتعبأ محور بريتوريا وستوكهولم مرورا بالجزائر وتندوف لإبراز هذه القضية كقضية احتلال وتصفية استعمار، ويحشد لها الدعم اللازم لاستصدار مواقف التضامن من أجل التحرر وما سمي بتقرير المصير. وبفضل الجهود الاتحادية المتواصلة انتقل الخطاب الرسمي للأممية الاشتراكية إلى إعلان دعمها لمساعي الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه يضمن السلم والاستقرار في المنطقة، وذلك ما يمكن التأكد منه بالرجوع إلى أدبيات المنظمة وتقارير اجتماعاتها. لقد كانت الأممية الاشتراكية في مؤتمرها الأخير المنعقد تحت شعار من أجل عالم يسوده السلام والمساواة والتضامن، حريصة على الإحاطة الشاملة بكل الأزمات وبؤر الصراع والتوتر المنتشرة عبر أرجاء العالم، وركزت في مؤتمرها الأخير على حوالي 20 حالة جديرة بالاهتمام في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. وبعد مناقشات مستفيضة
أصدرت عددا من البلاغات والمقررات لا يوجد من بينها سطر واحد حول ما يسمى بالشعب الصحراوي. لقد صادق المؤتمر على مقرر أساسي من 7 صفحات بعنوان من أجل عالم يسوده السلام والمساواة والتضامن، يسطر أولويات الأممية الاشتراكية في هذه المرحلة المضطربة بفعل تفاقم الصراعات المسلحة وتنامي النزعات القومية، وأدرج فقرات خاصة ضمن هذا المقرر توقف فيها عند بعض بؤر التوتر والنزاع في العالم، اعتبرها جديرة بالاهتمام وتستدعي اتخاذ موقف مبدئي وتضامني، هي حالة العراق، سوريا، اليمن، جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، تونس، موريتانيا، ليبيا، إيران، أوكرانيا، تركيا وميانمار. كما صادق المؤتمر على مقرر ثاني حول المساواة الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي، ومقرر ثالث حول فنزويلا، و5 بلاغات تناولت قضية الفلسطينية والمكسيك وبروتوريكو وموريتانيا وعموم أمريكا اللاتينية، وبذلك تكون المنظمة الأممية الاشتراكية قد أسقطت النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من سجل اهتماماتها، وهي مجتمعة في أعلى هيئة تقريرية يناط بها ترتيب الأولويات وبلورة التوجهات بالنسبة للمرحلة القادمة. إن الاتحاد الذي كافح ولا يزال في ظروف صعبة وإمكانيات ضئيلة من أجل القضية الوطنية في مختلف المحافل الدولية يربأ بنفسه أن يربط هذا الواجب الوطني بأي رهان سياسي ظرفي أو مصلحة حزبية عابرة، وسوف يواصل مهمته النضالية في هذه الواجهات الدولية بمزيد من العزم والتجرد لما فيه المصلحة الوطنية العليا. إننا نحيي بتقدير واعتزاز كل العاملين في المنابر الإعلامية الجادة الذين باشروا الاتصال من أجل استفسار والتحري، وأنجزوا متابعات مهمة للأداء الاتحادي في مؤتمر الأممية الاشتراكية. نضع أنفسنا رهن إشارتهم من أجل مدهم بكل المعطيات والوثائق الصادرة عن هذا المؤتمر، وذلك بما يساعدهم على أداء واجبهم المهني وتنوير الرأي العام الوطني. وفي هذا الإطار نود كذلك أن نتقدم لكم بالتوضيحات التالية فيما يتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة، حيث نسجل بشكل واضح غياب التكامل بين منهجيتين في العمل. لاحظوا الفرق الكبير بين إدراك جلالة الملك لمنهجيته ضمن صلاحياته الدستورية، وعدم إدراك رئيس الحكومة المكلف لمنهجية التي عليه اتباعها، كما نلتقط الإشارة على مستوى المؤشر الزمني. لقد عين جلالة الملك رئيس الحكومة 3 أيام بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية، فيما لم يستطع الرئيس المكلف بتشكيل أغلبيته بعد مرور 5 شهور من تاريخ التعيين الملكي. وهكذا فإن السرعة التي طبعت تفعيل جلالة الملك للمقتضيات الدستورية قابلها تراخ وبطء شديد وتعثر واضح في تكوين تحالفات ذات أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة. وعلاوة على ذلك فإن المنهجية الديمقراطية في اختيار رئيس مكلف بتشكيل الحكومة والبحث عن أغلبية لوحدها، أي هذه المنهجية، وإن كانت أساس الممارسة السياسية الصحيحة، لا يمكن لها أن تفرز مشهدا سياسيا سليما دون منهجية تفاوضية
واضحة وناجعة، كما أن ترسيخ المنهجية الديمقراطية التي ناضلنا من أجلها دستوريا بتعيين الرئيس المكلف لم يواكبها وعي كامل بالمنهجية التفاوضية على المستوى السياسي، إذ وقع إخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتق المكلف بتشكيل الحكومة. لقد أدى الوضع الذي تعرفونه إلى بروز منطقين متباعدين، منطق الصدارة الذي ظل حبيس رقم أدى وظيفته الدستورية بتعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة، ومنطق الشراكة الذي يتجاوز دلالة الأرقام غير المفيدة في منظومة انتخابية لا تفرز أغلبية مطلقة لحزب واحد. فمنطق الصدارة أدى إلى تعطر المشاورات وغياب النفس التفاوض المتدرج وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة التي تعتبر طبيعية في المجال السياسي. وعلى خلاف ذلك تم اللجوء إلى استعمال قاموس مناهض للتفاوض السياسي من قبيل الانقلاب عن النتائج والاستفافات والشياطين ضد الملائكة وإهانة الفرقاء وغيرها، كما سجلنا طيلة الخمسة الأشهر الأخيرة غياب المنطق التشاركي الذي يمكنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة قوية ومنسجمة على أساس المسؤولية المشتركة لكل مكوناتها وعلى أساس البرامج. ويمكن أيضا أن نشير إلى أن السيد رئيس الحكومة لم يستثمر العام الزمني على الرغم من أنه كان أمامه فرصة دستورية وسياسية تمثلت في ضياع أربعة أمور أساسية في العمل السياسي والحزب الجاد. هي أولا هدف المدة الزمنية كادت أن تضيع الأمانة التي في عنقه بخصوص تشكيل أغلبية حكومية موسعة ومريحة، كادت أن تضيع علينا أو أضاعت علينا خمسة أشهر من الزمن السياسي والمؤسساتي. وثالثا عدم التعامل الإيجابي لحد الآن مع الفرصة السانحة لتكوين أغلبية جاهزة. رابعا إمكانية تعميق الفجوة وانعدام الثقة مع الفرقاء السياسيين في ظروف وطنية وإقليمية ذات حساسية بالغة. ونكتفي هنا بما وقع في الأيام الأخيرة وبالنسبة لقضية وطنية أساسية لدى الشعب المغربي، انظروا إلى ما قام به قياديو وكتائب في قضية أساسية، ها نحن نعطي المعطيات بشأنها. للأسف الشديد لم يتم إلى يومنا هذا خمس شهور دازت البدء بإقامة جو من الثقة وخلق سياق إيجابي وسليم للتفاوض إلى يومنا هذا بقي ما بديناش. بالتركيز كما هو العادة في كل المفاوضات على المشترك وإرجاء مناقشة الأمور الاختلافية أو الخلافية، كما عجز رئيس الحكومة إلى يومه عن إجراء تفاوض متعدد الأطراف إما باختيار التموقع الثنائي أو التملص المرحلي من بعض الاتفاقات أو الإعلان عن رأي مناقض لرأي سابق. وهكذا ستلاحظون أن السيد رئيس الحكومة جعل من التصريحات وسيلة للضغط على الأطراف المتفاوضة مجمدا القنوات المباشرة وغض الطرف عن العوامل المساعدة المتاحة أمامه. أخيرا فإن مسار تشكيل الحكومة بلغ حدا لا يطاق بلجوء البعض إلى أسلوب المزايدة بالقضية الوطنية على مواقفنا الثابتة بتهميش البلاغات والتصريحات الرسمية للحزب والاعتماد المغرض واللا أخلاقي على المصادر الإخبارية لأعداء الوحدة الوطنية. شوفوا في وصلت الأمور
تيولي المنشط ديال بعض الصحافه وما يصدروا عن اذاعتي وموقع بوليزاريو تيولي مشكل حقيقه، كما اعتدنا ذلك عند اجتماعي كل اجتماعاتي الأممية الاشتراكيه.